عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي لاباس؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع الصهد؟ كي دايرين مع العطله؟ دابا تقريبا وصلت تقريبا دخول المدرسه والناس دخلوا الكونجيات، بقى غير هاد 3 ايام ولا 4 ايام صافي كلشي رجع لحالاته. كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم؟ انا دائما تنكون عندي واحد العشق باش هذا واحد هذا باش نتلاقى بكم ونهضر معكم ونتعاود معكم ولا نشارك معكم شي حاجه غادي نديرها في داري ولا شي حاجه تنشارك معكم تقريبا كل شيء. اليوم مشيت لهاد الصباح، مشيت للخدمه ومشيت على عواله غير باش ندوز واحد الفيرما حدايا نشري من عندهم، حيت مشيت للمارشي ديك السيمانه الاخرى ولقيت الكرموس لي فيك لقيتهم ب 5 اورو 6 اورو الكيلو، وجاني غالي وحنا تناكلو شنو فيه كيلو؟ ما فيه والو، عرفتي راه غالي. ايوا شفت ديك داك العام شفت واحد لا فيرم ديال لي فيك وقلت علاش لا، راه دابا غيكون وجد. نمشي نسولهم واش كيبيعوا للناس زعما البارتيكولير سورمون غادي يكونوا كيدفعوا للشري لي سوبر مارشي وديك الشيء. ومشيت سولتهم هاد الصباح، دخلت بالطوموبيلتي كنسولهم، قال لي هذاك لقيتني الراجل كيقطع فيه، شي رجال كيقطعوا فيه وداك الشيء، هو يقول لي زيدي القدام راه غادي تلقاي المراه ديالي كتريي باش كتصيفط لي ماغازين وداك الشيء لي كاجات وداك الشيء. صافي دخلت عندها صافا قلت ليها بشحال كتبيعيه؟ قالت لي 3 اورو الكيلو. قلت لها واش يمكن لي ندوق؟ قالت لي دوقي. ملي دقت قلت لها ديري لي 3 كيلو. ايوا درت لي 3 كيلو. المهم عزلتهم معاها وداكشي كلهم درتهم في لي كاجيت صغيورين وداكشي. ومن بعد وهي تقول لي، قلت لها واش كتاكليه انتي؟ قالت لي لا ما تنحملوش ما تعجبنيش. قالت لي لا ما كيعجبنيش حيت راه ماشي كلشي كيعجبو الكرموس، قليل هنا في فرنسا شي حد الفرنساويين اللي كيعجبهم الكرموس، حنا المغاربه اللي كيعجبنا كنحماقو ريوقنا تيطيحو على الكرموس فيما شفناه. ايوا صافي قلت لها صافي جو ناخذ هاد 3 وقلت لها السيمانه الجايه نعاود نجي لعندك ناخذ بعد هاد 3 كيلو نشوفو كي غادي يجي وكي غادي ناكلو داكشي. وهي تقول لي، قلت لها واش كتاكلي؟ قالت لي لا ما كناكلش ما تعجبنيش وداك الشيء. المهم خدامه في ديالها حيت لا فيرم ديالها. وهي تقول لي الا بغيتي هاد الكاجو ديه باش ديري فيه الكوفيتير. شتي ربي ورضات الوالدين. قلت لها باوي، قلت لها ميرسي بوكو. وهي تعطاني كاجو قد هكا، خلصتها في هذوك 3 كيلو وعطاتني كاجو تقريبا فيه شي 4 كيلو ونص ديال باقي مزيان، ماشي هو غير حيت هما ملي تيدفعوا السوبر مارشي تيكون ما كتكون ديك كي قلتي ما تيكونش محلول، تتكون مسدوده الكرموسه، كتكون مسدوده حيت هما شرطين عليهم باش تكون مسدوده. وهذا راه غير محلول، رانا خلاتها غنوريه لكم في هذا كيفاش دايروا داك الشيء. كلا ري حنا تعجبنا محلول ومفقع. عرفتي عطاتو ليا وجبتو وخلاتها وغسلتو، عطيت لها ميرسي بوكو. قلت لها قالت لي عاد بلي، قالت لي باغ كونط رجعي لي لي كاجيت ديالي راه كنخدم بهم. قلت لها رجع لك لي كاجيت ديالك وهانتوما معايا خوتي احبائي اعزائي. غنشارك معكم الكونفيتور ديال الكرموس، كونفيتور دي فيك بطريقه ديال فاتيناس واحد الطاوه عندها تاريخ، طاوة سبيسيال كونفيتور حيت عندي كتير وما عنديش شي طاوة كبيرة، عندي وحدات كبيرة في الكراج مي بعيدة عليا نمشي لها الكراج وداكشي، عندي طاوة كبيرة ديال الطياب ديال الفرح وداكشي، مي وانا لقيت هاد الطاوة كنت جبتها من دار حماتي الله يرحمها، كنت جبتها وقال هو يقول لي راجل قال لي راه كانت كدير فيها مي الكونفيتور وجداها الكونفيتور. ايوا اختي تاريخ. غادي نطيب الكونفيتير في واحد البلاطه ديال التاريخ. هانتوما معايا الى النهايه، يلا هو معايا الكوزينه، يلا شوف الكوزينه. نجمع بعد هاد الشعر، نجمعوا يا اختي هاد الشعر، عرفتي واحد العافيه واحد الصهد ما نقولكمش عليه، كاين الصهد عاوتاني ارجع الصهد. انا ما نقدرش على شعري يكون هابط لي على هنا وداك الشيء،
مهم هانتوما معايا خوتي خواتاتي كنحمق عليكم. ما تنساوش ديروا الفاتيناس ابوني 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 اللي دخل جديد ولايك لايك 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 وكومونتير زوين كومونتير زوين كومونتير زوين وبارطاجيو لي الفيديو ووريو الفيديو لصحابكم وحبابكم ولا فامي ديالكم. يلا نمشيو ما نطولش عليكم بزاف هي الهضره بزاف ياك. انتوما 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 الخير والخمير يا اختي الخمير والخمير انتوما يا الحباب انتوما الكريميسات مشهيتكم انتوما انتوما. مشيت شريتو من واحد الفيرما ديال الكرموس كاينه فيرما ديال الكرموس شريتو ما غاديش انتوما. هذا غنخليه للماكله تعجبني انا والراجل ديالي تعجبنا الكرموس كان حمقوا على الكرموس. وهذا عزلته غادي نديرو كونفيتير هذا شي شويه وشريت كاجيت شريت تقريبا دو كاجيت غادي نديرو كونفيتير هانتوما. وانا غادي نشارك معكم المرحله بشويه بشويه باش ندير كونفيتير هانتوما. الطريقه ديالي باش ندير كونفيتير تعجبني الكونفيتير ديال لو فيك ديال الكرموس لو فيك كونفيتير دو فيك هانتوما كيفاش داير شوفي غزال ديال اليوم عاد لقيتهم كيقطعوه كي مع كنت مزروبه غادي للخدمه زعما ما ندمت علاش ما صورت لكمش ولكن غادي نرجع مازال غادي نرجع ما صورت لكمش لا فيرم كيفاش كيقلعوه وكيفاش دايرين الناس وديك الشيء. وها نتوما انا بديت كنقطع فيه شو بديت كنقطع فيه دابا قطعوا طرف طرف ورقدوا تقريبا واحد ساعتين لما كان في سكر ما غنديش سكر بزاف لانه حلو وبالنسبه للحلاوه خصنا نقصوا شي شويه من الحلاوه ما غنديرش الحلاوه لان غناكلو غير حنا انا وياه ما غاديش ياكلوا معنا شي حد غنديروا على قد لوغو ديالنا. وهانتوما معايا الحباب يا الخوت اصدقائي صديقاتي اعزائي الكرام. ما عرفتش شكون ديك النهار اللي قال لي اعزائي الكرام هانتوما. يلا بقاو معايا الزينات الحباب ديالي هانتوما. ندير شويه ديال السنيده تقريبا واحد نص كيلو ديال السنيده وجوج كيلو ديال الكرموس هانتوما. تقريبا جوج كيلو ديال الكرموس باش ما يجيش حلو بزاف هانتوما. كنخليه يرقد واحد شويه تقريبا واحد ساعتين ونص ديال المكانه باش كيدخلو داك السكر مزيان وكيعللكو هانتوما كيعللكو مزيان. ومن بعد نكمل معكم الطريقه ديال الكونفيتور. انا هاد الكونفيتور تقريبا كنديرو كل عام كل عام وكديري تقريبا العام كامل كاع ما كنشري الكونفيتير ديال الكرموس كندير ديال الليمون وكنرفيت شربت معكم ديال الليمون. ودابا كنشارك معكم الطريقه ديال الكونفيتير ديال الكرموس هانتوما ديال الكرموس ها هو. وهانتوما معايا تنكمل معكم الطريقه هانتوما معايا الى النهايه. دابا درتو في هذا الباسينه ديال لامينيو كبيره قديمه حيت ما عنديش شي طاوه كبيره ولا برمه كبيره ولا كوكوط كبيره درتو فيها هانتوما. نوضح لكم الصوره نوضح لكم مزيان الصوره شتي دابا ناقصه عليه وغادي يطيب شويه عليه على المهل ومره برا نحرك لانها غير دلامينيو خفيفه ماشي ثقيله ماشي شي طيفال ولا شي حاجه خصهم لينا السكر خصو ما يلصقش وما يحرقش خاصني نرد ليه البال دائما ونحركو دائما. وهانتوما معايا خوتي تبعوا المراحل من الاول حتى الاخر. يلا الكونفيتير ديالي ها هو تبارك الله وصل عندي. هاد الباسينه سبيسيال ديال الكونفيتير طيبات دغيا
ومتيسعة وجامع الغزال ها نتوما كتشوفوا سبيسيال ديال الكونفيتور احسن من الطاوة وما كتلصقش عرفتي لامينيوم وقديمة هذه كتقل تعقل على عندها تاريخ عندها تاريخ الزديات والله العظيم الا مخيرة احسن كنت كندير انا في الكوكوط ونبدا نحضي لها تلصق ولا شي حاجة مي مخيرة عرفتي دابا دغيا ودغيا طاب ما دارش ليا نص ساعة ما كملش نص ساعة طاب هي دابا غنخليه يبرد ومن بعد غادي نشارك معكم ملي غنديرو في القريعات ديالو وغادي القريعات خلاص رانا عقمتهم راه خليتهم في الكوكوط معقمين ها نتوما تبارك الله جا غزال ها كاين اللي كيزيد فيه شويه الفاني كان انا كنديرو هكا ناتشو غير السكر بوحدو ما درت ندير لا ما لا حتى شي حاجه دابا نديرو لا ما لا والو داكشي علاش كيطيب دغيا دغيا وها نتوما معايا الموت ديال الصحت العافيه العافيه الحراره الحراره ها نتوما معايا صافي ها هو الكونفيتور ديالنا وجد ها هو خليته حتى برد ها هو نعمر القريعات ديالي ها هما معقمين مصاوبين مستقيين عقبتهم خليتهم يبردوا الكونفيتير برد ودابا غادي ندير هذا الكونفيتير ديالنا في القريعات وهكذا كيبقى لك الكونفيتير كتحتاجي من بعد كندير الكونفيتير ديال الليمون كيكون عندك الكونفيتير في الدار من بعد كتسدي بحال هكذا هكذا وكنعمر القرعه الثانيه تقريبا درت جوج كيلو ونص تبارك الله خرجوا كيخرجوا بعد غادي نمسحهم غادي نجيو نمسحهم نعمر القرعه الثالثه تبارك الله جابه ها هاكا هانتوما بعد غادي نمسحهم كنخلي انا بالطريفه الصغيره يعني ما كنطحنوش الطريفه ديالهم فوالا صافي عمرت هاد لي بوكو ديالي كاملين دابا غادي نزيد نزيرهم وغادي نتنيهم هكذا هكذا غنحطهم ها انتوما غنزير ونحط نزير ونحط مقلوبين هكذا غنقلبهم كاملين هكذا هانتوما هنا باش يتسدو مزيان باش ما يبقاش فيهم النفس تبارك الله وصل على بالي شحال خرجت لي من القرعه 3 6 سعود 10 11 هانتوما اللي خرجت ليا هانتوما شاركت معكم الكونفيتير ديالي بالصحة والراحة شكرا شكرا بزاف على التتبع ديالكم وشكرا بزاف دابا راه تي شحال الساعة حيت خليتو تبرد وحتى بردو القريعات دابا يا لالا نهض الليل غادي نمشي غادي نغسل وجهي وغادي نعس بيجامتي وغادي نعس شكرا شكرا بزاف على التتبع ديالكم وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك ما تبخلوش عليا بكومونتير واللي ما دارش ابوني دير ابوني فضلا وليس امرا الله يجازيكم بخير الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله بيزو عليكم باي باي.